أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل لقد كان في يوسف وإخوته
الحياة للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى وتكونوا من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وإنا له لناصحون
تصبحون أرسله معنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Oh!
والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذا